بين الماضي والتأثر بالموسيقى العربية الكلاسيكية والحاضر، حيث موسيقى الهيب هوب التي تنبع من الأرض لتعبر بطريقة السهل الممتنع عن آراء الشعب في سبيل إيصال رسالة ما، وهي اليوم سياسية بين الثورة المصرية وتصويرها ثورة جديدة على التاريخ العربي من ناحية، ما يسمح بالقول إنها تجديدية، والفكر الموسيقي النابع من نظرية الهلال الخصيب أي نظرية القومية من ناحية أخرى، موسيقيان لكليهما نظرة مختلفة، لكنهما بالتأكيد تأثرا بنسيم الثورة المصرية في إبداعهما الموسيقي. ما كان في شيء مصدق بالمرة لا كم الناس الموجودة في ميدان التحرير، ولا تسارع الأحداث وانهيار النظام المسرطن أنذاك. أكثر من مليون واحد في الميدان بيناموا، غير الملايين اللي بتيجي كل أيام النهار بنهار الأيام يعني، ولا تنام. ولم تسجل جريمة سرقة واحدة، لم تسجل جريمة أنه حد حاول يتحرش أو يعاكس. كان ندوة ثقافية كبيرة ميدان التحرير، وكان شاعر تميم البرغوثي بيلقي قصيدته يا مصر هانت وبانت، حفظت معظمها في آنها وبدأت تلحين. يا مصر هانت وبانت كلها كم يوم، نهر ملادي ونهار الندل مش باين. يا مصر هانت وبانت كلها كم يوم، نهار ملادي ونهار الندل مش باين. الدولة مفضلش فيها غير شوية شوم، لو مش مصدق تعالى عالميدان عيني. يا مصر هانت وبانت كلها كم يوم. وحنت القصيدة وغنتها وقتها في الميدان، صوت الإنسان بقى مسموع. خلاص في ثلاثة أسابيع في الثورة حدثت ثورة فنية نهضت بالفن ما لم ينهض، ما لم يكن فيه في ثلاثة عقود نبض. أول شيء ليش محمد رمسيس؟ ليش حمورابي رمسيس؟ رمسيس حمورابي. لا هي رمزية من النيل إلى الفرات، لأنه أنا يعني كيف بدي العقيدة الاجتماعية السياسية و و و و الميني دايمنشنز جاي منها موسيقتي. أما اللي بموسيقتي عبرة بكون أنا عم بوصل المسج، هي فيك تقول ما يسمى بالعقيدة السورية القومية الاجتماعية، الكل شيء اللي بيتعاطى مسألة الهلال الخصيب، أما أشوريا أما سوريا الطبيعية أما بلاد الشام، فيك تسميها بدك إياه، بس المجسم هو ذاته يعني. يعني الموضوع الأسمى أما الانتيغي يعني الهدف اللي أنا بوصله بموسيقتي، وفيك تقولي يعني على الصعيد السياسي والاجتماعي هو التركيز على هاي النقطة. واليوم شو رأيك بالثورات عم تصير بسوريا؟ بسوريا أكيد بيكون عم بيضرنا شيء اسمه اليوم اللي عم بيصير بسوريا، هاي إذا بدي أحكي بشكل خاص. بس الواحد بده يتجرد، إذا في عالم لا عن جد هي عم بتعاني من النظام وعم بتقوم له، ما فينا نجي نقول إنه لا اللي عم بيعملوه غلط. بس بالفكرة يعني إذا الواحد ما بده يشوف التغير الحدث يكون ما يقاس بس على فرد، إذا بده يقاس على شيء كوليكتيف، لا اللي عم بيصير بسوريا هلا غلط، وبحال كان صح توقيت تبعه كتير غلط. البداية والختام حيكونوا بالميدان، نحن أبناء عبد الناصر وشيخ إمام، إذا بالعقول والأراضي جدار انفرض، فنحن قادمون بالسلاح وإيقاع الثرى، هناك تلاعب بمصير الفقراء لتحقيق دولة النيل إلى الفرات، فلترحل كل الشياطين عن الدنيا، يريدون أن تصبح إسرائيل رب الدنيا، لا نريد تفرقة بين الأقواس والمسلمين، وهذا ما يأمر به الدين. ثقافة الهيب هوب إلى وجود على الأرض، بالأحرى لا منبعها من الأرض، مثل حيالله ثقافة طبيعية بتنبع من الأرض، مش كوبي بيست معملها عبر عولمة، أما شيء جاي طبيعيا من الحاجة تبعية العالم اللي عم بيعملوها والأرض اللي فيها. على الصعيد الإكسبليسيت المباشر، نقل الشغل بطريقة كتير مباشرة، أكثر وسيلة كتكنولوجيا متطورة هي أنا بقول ثقافة الهيب هوب. فمع الموسيقي وعازف العود مصطفى سعيد وتلحينه شعر البرغوثي يا مصر هانت وبانت، وأوتار عوده وحركة أصابعه، تغدو الثورة نغما مميزا يعكس الأمل والرجاء.
ومع محمد الحاج أو رمسيس كما يحب أن يطلق على نفسه والهيب هوب، تتحول الكلمات والأغاني القديمة المستحدثة بعدما أدخلت عليها التعديلات إلى حال انفعال نحو التغيير، حال تستمر معك وتتوقد في داخلك كما الثورة في نفوس من شاركوا فيها. فالهدف لكليهما واحد وإن اختلف التعبير. دارين شاهين، قناة الجديد.